السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا، وكل عام بل كل لحظة وثانية تمر من حياتكم وأنتم بألف خير وعافية. أحبتي باسمي وباسم جمعية المترجمين ممثلة في اليمن، أهنئكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الذي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيد حب وخير وعافية وسكينة بل وراحة بال. أتمنى من الله أن تنتهي الحرب في اليمن، أن تعود الحياة، تنتعش فكرة الثقافة والارتقاء والبناء والتنمية في هذا الوطن الحبيب. أتمنى من الله أن يتكاتف الجميع لكل ما فيه خير لصالح هذا الوطن والأمة، وارفعوا التهاني والتبريكات لكل مترجم على البسيط في كل بلدان العالم، متمنيا للجميع طيبا وإشفاقا وإبداعا وموهبة وارتقاء وتنمية على المستوى الشخصي وعلى مستوى المهنة في نهاية الترجمة وعلى المستوى الوطني هذا. وتقبلوا خالص الشكر والتقدير الأستاذ محمد الحميد رئيس جمعية المترجمين واللغويين بلبنان، خير وعافية، ولا تنسونا بحبكم واشتراككم كما عودتمونا.